وينضم معنا من الدمام مراسل إخبارية محمد المحي. أهلا بك محمد. أبدأ معك محمد، يعني هل تنقل لنا صورة المشهد الآن في مبنى النيابة بالدمام، وما تفاصيل أيضا هذا الحريق إذا لديك معلومات محمد؟ تفضل. نعم، أهلا بك زميلي وأهلا بالسادة المشاهدين من هنا من الدمام، حيث شهد مبنى النيابة العامة في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية اليوم عند الساعة 2:30 اندلاع حريق هائل وكبير في الأدوار العلوية في مبنى النيابة العامة. طبعا فرق الدفاع المدني بدورها باشرت الحريق، وحتى هذه اللحظة لا زالت تباشر عملية إطفاء الحريق. فرق الدفاع المدني، وأيضا أتكلم عن المسؤولين في الدفاع المدني، لا زالوا متواجدين، لم يدلوا بأي تفاصيل حتى هذه اللحظة. بإذن الله سوف نوافيكم بأدق التفاصيل في النشرة القادمة. ربما المؤشرات المبدئية، ربما الحريق اندلعت بسبب ارتفاع الحرارة اليوم. ارتفاع درجة الحرارة حتى هذه اللحظة عند الساعة 1 كانت 45 درجة. نعم. طيب محمد، عذر عن المقاطعة محمد، هل لديك تفاصيل أو معلومات لا سمح الله وجود إصابات؟ كنا قبل قليل في الموقع، لم نرى أي الإصابات خرجت من المبنى حتى هذه اللحظة مع الإسعافات الأولية، سواء الهلال الأحمر أو الإسعافات القادمة من المستشفيات القريبة من الدمام ومبنى النيابة العامة. كما ذكرت الفرق الدفاع المدني، هناك أيضا فوق من البشرية من الدفاع المدني أيضا ورجال الأمن، لم يصل أحد إلى هناك. هناك حتى هذه اللحظة تكتم، مثل ما ذكرت سيتم الإعلان عن أدق التفاصيل في نشرة الساعة 5 بإذن الله. نعم، نكون معك بإذن الله محمد. كان معنا محمد المحي من الدمام مراسل إخباري، شكرا جزيلا لك محمد.